بنعود لحضراتكم مرة أخرى معنا من رام الله عبر زوم الوزير قدورة فارس وزير شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين. سيادة الوزير مساء الخير. أهلا ومرحبا، مساء الخير. يعني الصورة واضحة الآن ولا تحتاج إلى وصف، لكن سأتحدث فيما يتعلق بأنباء تتحدث عن صفقة تبادل ما بين قوى المقاومة الفلسطينية وما بين إسرائيل في محاولة لوقف إطلاق النار، هل لديكم معلومات عن هذا الأمر؟ نعم، هذا الموضوع كان مطروحا من اليوم العاشر للحرب، وكادوا أن يتوصلوا لاتفاق، لكن الذي يعطل الاتفاقيات هو نتنياهو شخصيا، الذي يعرف أن أي عملية تبادل ستتم هي بالنسبة له خطوة إلى الوراء. هو أطلق وعود كبيرة للإسرائيليين بأنه سيحرر الأسرى عنوة ومن خلال العمليات الحربية، فأن يفشل، يعني هذا الفشل الذريع، حتى الآن لم يتمكنوا من تحرير أحد، وأن يضطر لتنفيذ صفقة التبادل ستحتاج أيضا إلى تهيئة مناخ مناسب. هذا المناخ المناسب يعني وقف إطلاق نار، هذا الذي لا يريده نتنياهو، ولكن يبدو أن تداعيات الأحداث ستجبره في نهاية المطاف على الرضوخ وأن تنفذ هذه الصفقة. طيب على الأرض في غزة عمليا، هل تستطيع كل هذه القوات الإسرائيلية الوصول إلى هؤلاء الأسرى، ولا سنأخذ في الاعتبار ما حدث مع شاليط؟ يعني هم حاولوا دائما في كل مرة، شاليط استغرق منهم 6 سنوات حتى يصلوا إليه، وحين تيقنوا من أنهم سيفشلوا أو أنهم فشلوا عقدوا الصفقة. 9 سنوات أخرى من أجل إطلاق سراح 4 من جنودهم محتجزين لدى المقاومة قبل الحرب، وأطلقوا ورود كثيرة أنهم من خلال عمليات استخباراتية ومن خلال جهد عسكري سوف يحررونهم، ولكنهم أيضا فشلوا. الآن عاد نتنياهو لنفس الوعود، وهو لن يتمكن من تحرير الرهائن أو تحرير الأسرى الإسرائيليين، عددهم كبير جدا، موجودين في أماكن مختلفة، ليسوا موجودين في مكان واحد، وبالتالي هذه مهمة المستحيل. وهناك ضباط كبار ذو تاريخ حربي حافل تحدثوا صراحة، ومنهم وزراء دفاع، 3 وزراء دفاع سابقين، وكانوا هم أيضا رؤساء أركان، يهود براك وبوغي يعلون وشاول مفاز ورئيس الموساد السابق دانيتوم، كلهم تحدثوا صراحة بأن علينا أن نحرر الأسرى جميعا ونعيد أسرانا من المقاومة. لكن يعني نتنياهو يصم أذانه عن هذا الرأي، لأن معظم هؤلاء هم من خصومه السياسيين، وهو يكابر ويريد أن يبحث عن أي صورة انتصار فلا يجدها إلا في مزيد من إراقة دماء الأطفال والأبرياء في قطاع غزة. طيب كم عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، وهل تتحدث المقاومة الفلسطينية عن الأسرى في المطلق أم تخص أسماء بعينها لهم علاقة بالمقاومة؟ المقاومة تحدثت بشكل صريح واضح وصادق وصريح، قالوا إذا كان كل الأسرى الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين الموجودين لدى الاحتلال الإسرائيلي. إذا أرادت إسرائيل أن تعمل صفقات متدرجة مجزوعة فهم أيضا جاهزون. هذا يعني التصريح صدر على لسان الأخ أبو عبيدة بشكل واضح غير ملتبس، وعديد من قيادات حماس تحدثوا بنفس اللغة. بالتالي الآن ما يجري الحديث عنه واضح أنها صفقة إنسانية مجزوعة، يعني ليست صفقة شاملة. إسرائيل ربما يعني تحتاج لبعض الوقت حتى تقتنع وتفهم أنه لن يكون بوسعها إطلاق سراح أسراهم من خلال العمليات الحربية، لربما يقع آخرين من جنودهم في يد المقاومة خلال هذه العمليات الحربية، وليس أن يحرروا جنودهم وبقية أسراهم. طيب ما هو في نفس الجانب أيضا هناك
مدنيون في رام الله وفي غزة بعد هذا القصف، تستطيع إسرائيل أيضا حتى بعد تبادل الأسرى أن تقبض عليهم مرة أخرى. نعم هذا صحيح، يعني إسرائيل فعلت ذلك دائما، ولكن يعني إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى يعني ستحرص المقاومة على وضع مجموعة من الضوابط، وسترتب على إسرائيل التزامات مع الوسطاء الذين سيتدخلون، وأعتقد أنه سيكون في مقدمتهم مصر ودول أخرى كي توضع ضوابط حتى لا تكرر وتعود إسرائيل لإعادة اعتقال من تحرره. يعني أن المقاومة ستستفيد من التجارب الماضية بحيث تضع قيودا وتضع نصوص في الاتفاق الذي سيبرم، وسيكون هناك تدخلات أيضا أو ضمانات من دول وازنة بحيث تتحقق المقاومة من أن إسرائيل لن تعود إلى ألاعيبها السخيفة التي حدثت في الماضي من خلال عدم احترام الاتفاق الذي يبرم مع المقاومة. طيب هل هناك اتصالات بين الحكومة في رام الله وبين قوى المقاومة في غزة، وما بماذا تعلق على من يتحدثون الآن على مستقبل الأمن في غزة فيما بعد هذه العملية العسكرية؟ يعني أولا إن كان هناك اتصالات، لا توجد هناك اتصالات، ولكن يعني حين تدخل التبادل في مراحل متقدمة بكل تأكيد سيكون هناك تعاون من خلال توفير معلومات وبيانات دقيقة لأعداد الأسرى، أماكن تواجدهم، أحكامهم وما إلى ذلك. هناك يعني مسائل لوجستية سيكون حاجة، هناك حاجة للتعاون حتى تتم الأمور بشكل صحيح. أما عن اليوم التالي فنحن كفلسطينيين أجبنا على هذا السؤال دائما، لكن الذي لم يجيب على هذا السؤال لا لشعبه ولا للمجتمع الدولي هو نتنياهو. هو يسأل ماذا بعد هذه الحرب، يتهرب ويعني لا يتحدث أي كلام منطقي أو إجابة شافية، حتى إجاباته غير مقنعة لرعاته من الأمريكيين ورعاة دولته. بالنسبة لنا موقفنا بأن يعني يجب أن تقود هذه الحرب الدامية الجميع ليقتنع أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حجر الزاوية لأي استقرار في المنطقة. صحيح. فبالتالي العودة لعملية سياسية جدية تستند لقرارات الشرعية الدولية وتقوم على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حين ذاك سوف يجد شركاء فلسطينيين له، أو سيجد شراكة فلسطينية على قاعدة الوحدة بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. المسألة لم تكن، الخلل لم يكن من طرفنا، الخلل دائما كان أننا لا نجد شريكا للسلام في إسرائيل، غلاة المتطرفين ونفس أولئك الذين قوضوا فرصة تحقيق سلام عادل وشامل هم اليوم الذين يحكمون في إسرائيل. من تسببوا بقتل رابين هم الآن الذين يحكمون في إسرائيل. من عارضوا وناهضوا وتظاهروا ويعني عملوا كل ما بوسعهم من أجل تقويض فرصة تحقيق سلام هم الذين يحكمون. أرجو أن يكون من نتائج الحرب أن تسقط هذه التيارات في إسرائيل سقوطا مدويا، لأنها لم تجلب على إسرائيل وعلى المنطقة وعلى الشعب الفلسطيني سوى الويلات والدمار وعدم الاستقرار. يعني سامحني في هذا السؤال الأخير وأعتذر عن الإطالة، يعني الشعب العربي أيضا لا يستطيع أن يخفي أن هناك خلافا فلسطينيا فلسطينيا، هل أصبح الآن الوقت والظرف والمشاهد الإنسانية التي نراها كفيلة بأن يعني تجمع شمل الفلسطينيين مرة أخرى، لأنه ما حدث أيضا من خلاف استغله الجانب الإسرائيلي استغلالا كبيرا؟
يعني هذا مسألة محسومة أصلاً، وحتى قبل هذه المشاهد المفجعة التي نراها في قطاع غزة كنا نؤمن وما زلنا أن وحدتنا هي رافعة انتصارنا. ولكن لنكن صريحين، هناك قوى دولية وهناك قوى إقليمية، وإسرائيل سعت دائماً لتقويض أي فرصة لتحقيق مصالحة تقوم على شراكة مع حماس وبقية الفصائل الموجودة خارج منظمة التحرير. ونتنياهو كان في مقدمة العاملين من أجل يعني تقويض أي فرصة لمصالحة داخلية، والمجتمع الدولي أو من يسمي نفسه المجتمع الدولي أثقل على الحوار الداخلي الفلسطيني من خلال وضع اشتراطات وما إلى ذلك. هذه كانت يعني إضافة لبعض الدول في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، التي لها أجندات، وانقسام الشعب الفلسطيني يخدم أجندتها، سعت جاهدة من أجل تعزيز وتكريس وتعميق الانقسام. لكن ها نحن اليوم في موقف يعني اللوم للجميع. كله على القوى الدولية والإقليمية، ولا أيضا تتحمل يعني السلطة في رام الله والمقاومة جزء من المسؤولية؟ طبعا نحن نتحمل المسؤولية بالدرجة الأساسية، ولكن يعني أيضا كانت هناك قوى دولية عملت بشكل حثيث من أجل الإثقال علينا بشروط كثيرة حالت بيننا وبين المصالحة. هي المسؤولية، أنا يعني لا نعلق على شماعة الغيب، يعني حين حدث الانقسام ضمن معطيات الداخلية الفلسطينية، لا نتهم أحد بأنه مسؤول عن هذا الانقسام. نحن كفلسطينيين من أوقعنا أنفسنا في هذا الفخ، ولكن بعد أن حدث الانقسام أنا أقول لك يعني كان يجب أن تكون قراراتنا تستند إلى حاجتنا لمصالحة وطنية ووحدة وطنية، لكن يعني أحيانا ضيق الأفق، الحسابات التنظيمية الضيقة أيضا أثقلت داخليا، وكان العامل الإقليمي والعامل الدولي عاملا مساعدا أيضا. يعني أحييك على هذه الإجابة التي أيضا ستبقى للتاريخ، كي يعني نرسلها إلى أبناء فلسطين الذين اضطروا للنزوح اليوم وتركوا منازلهم، أن جزء من الخلاف الفلسطيني كان سببا لما نحن فيه الآن. الوزير قدوة فارس، وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من رام الله، بشكرك شكرا جزيلا.